بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. إن شاء الله رايحين نبدأ في الظواهر، مجال الظواهر الكهربائية. من بين مجال الظواهر الكهربائية عندنا الوحدة الخامسة في الكتاب المدرسي، التكهرب الإلكتريزاسيون. عندنا الوحدة السادسة الكهرومغناطيسية الإلكترومغنيتيزم، وعندنا الوحدة السابعة التوتر والتيار الكهربائياني المتناوباني لتونسيون اي كورون الترناتيف، وعندنا الوحدة الثامنة الأمن الكهربائي لا سيكوريتي إلكتريك. إذا المجال هذا عندنا أربع وحدات. نبدأ بالدرس الأول اللي هو التكهرب، أو في الكتاب المدرسي الوحدة الخامسة الإلكتريزاسيون. قبل ما ندخل في الدرس نعطي تمهيد، يعني تعريف، أو كيف يعني تعمل هذا الكهرباء، ما هي الكهرباء إلى آخره. لقد عرفت الكهرباء هذه الساكنة، أو بما يسمى كانوا يسمونها السكونية، منذ القرن السادس قبل الميلاد، يعني قبل 26 قرن، حوالي 26 قرن. نعم، هذا الكهرباء الساكنة هي ماذا؟ هي نوع من الطاقة في الطبيعة، يعني هي نوع من الطاقة في الطبيعة، يعني الطاقة الكهربائية موجودة في الطبيعة. حيث لاحظ أن شعر الفتاة هذه أن احتكاك بين الأجسام قد يشحنها بالكهرباء الساكنة، أي نقدر نقول أن الجسم المشحون يجذب إليه أغراض خفيفة، لاحظ مثل المسطرة عندنا. إذن ولقد ذكر أحد العلماء اليونان في ذلك الوقت خاصية الجذب التي يكتسبها، اكتشفوا أن العنبر أو الكهرمان لومبر عنده خاصية الجذب. هاي أمامك قطعة عنبر، أو بما يسمى باللغة العربية الكهرمان العنبر، ولا أون فرونسي يسموه لومبير. لومبير هو مادة طبيعية تشبه العاج، وفي هذه الأيام رم بدلوها بقطعة الإيبونيت الصناعي، يعني اكتشفوا أنه عند دلكه بقطعة من الصوف يشحن بالكهرباء. الحقيقة أن كلمة كهرباء التي نستخدمها حتى الآن أصلها من الكلمة اليونانية الدالة على هذا، على العنبر، وهي إلكترون، كلمة إلكترون جاية من كلمة العنبر، كانوا يسموه باليونانية هكذا. نحن الآن نشاهد يوميا الكثير من حالات الكهرباء الساكنة، مثلا قلم الحبر البلاستيكي المدلوك مثلا بقطعة قماش يجذب بالغبار وقصاصة الورق. مثلا قلم بلاستيكي انت دايره في جيبك، قلنا انت داير قلم تاع بلاستيك في الجيب تاعك في جيبك، هذا القلم من قوة الاحتكاك مع قطعة القماش تاع الجيب تاعك يجذب الغبار الغبار وقصاصات الورق. مثلا عندما تجي مثلا تنحي التيشيرت تاعك هكذا واش تسمع؟ ما تسمعش طقطاقات، يعني تسمع اشارات هكا طقطاقات، او تشاهد بعض الشرارات عندما تخلع قميصك ولا التيشيرت تاعك مثلا. او اليوم عندما نتحدث عن الكهرباء لا نفكر كثيرا بالكهرباء الساكنة، اي بزاف الناس اللي يتحدثوا الكهرباء لكن ناسين الكهرباء الساكنة. بل واش نتفكر كي نقول كلمة كهرباء؟ نعرف بلي الكهرباء هي اللي تضيء المنازل، مثلا تدير الغسالات تاعنا، هي اللي تجعل لي لابتوب تاعنا الحواسب تاعنا تعمل،
هي اللي بواسطتها نشاهد التلفاز إلى آخره، يعني ننساو باللي هناك كهرباء ساكنة. لو نطرح السؤال، كيف يمكن أن تصبح حياتنا لو اختفت الكهرباء؟ كيف يمكن أن تصبح حياتنا لو اختفت الكهرباء؟ يعني كيفاش ندير الغسالات ونغسل الملابس تاعنا؟ يعني كيفاش نضيء منازلنا؟ كيفاش سنحفظ ونبرد أطعمتنا في الثلاجات؟ كيفاش أنا ندير الدرس في اليوتيوب ويلحقك الدرس؟ يعني بزاف أسئلة. يعني كيفاش راح تصلنا أخبار الأحداث في الأماكن البعيدة عنا مثلا، نسمعوا الصرا في المكان هذا كل في المكان عن طريق الأخبار، وغير ذلك من الأسئلة كثير. لا شك أن الحياة ستصبح صعبة جدا بدون كهرباء، خاصة إلى البعض منكم يعني اللي أصبح أصبحوا مدمنين على الانترنت لا كونيكسيون إلى آخره. إذن هذه الكهرباء إلكتريسيتي ما هي؟ حيث الكهرباء الساكنة اللي قلنا بزاف الناس اللي ينسوها، بقيت هذه الكهرباء الساكنة التي عرفت منذ العصور القديمة ومكتشفاتها ومخترعاتها سائدة حتى القرن الثامن عشر، وعندها يعني قادت حتى القرن الثامن عشر، ومن بعد تحركت هذا الكهرباء بقوة، إذ ظهر في هذا القرن علماء مثل فرانكلين، كولومب، فولتر، وفولتا، وبعد جاء بعدهم في القرن التاسع عشر جاء فاراداي وأوم وغيرهم، وبعد فتحوا للكهرباء باب جديد هو باب الحركة والانتقال، فظهرت الكهرباء التيارية أو المتحركة تمييزا لها عن الكهرباء الساكنة. يعني ظهرت الكهرباء اللي نتناولها درك اللي هي تدل على تحرك الإلكترونات أو الكهرباء التيارية المتحركة. في طونديكو في القديم، منذ أن خلق الله الكون أي الإنسان البدائي، كانت هناك كهرباء اللي هي كهرباء الساكنة. لاحظ أمامك البرق هذا اللي رأوا أمامك، هذه ثاني تدل على وجود كهرباء منذ القديم. كما تم ثاني ظهر حاليا الربط الوثيق بين كلمة الكهرباء والمغناطيس، كهرباء والمغناطيسية، حيث راح في هذا المجال راح ندرسه درس اللي هو الكهرومغناطيسية. ما معنى كلمة كهرومغناطيسية؟ هي الكهرباء مع علاقة الكهرباء والمغناطيس. ومن بعد بدأوا اخترعوا المولد الكهربائي البسيط للدينامو. قلنا أول اختراع بدأوا به هو اختراع الدينامو، أو المولد الكهربائي الأول، الدينامو يسموه دينامو. دينامو بدأوا به أول حاجة اخترعوها. وهذا الدينامو، واش يدير؟ بواسطته تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. هذا يحول طاقة حركية إلى طاقة كهربائية. وين نصيب هذا الدينامو؟ هو ثاني كذلك نوع من الدينامو الأول اللي اخترعوه. وين نصيبه هذا الدينامو؟ نصيبه في البيسيكلات، في الدراجة. لاحظ وين تصيبه؟ في الروداء، هو اللي يشعل الضوء هذا لاريال الأحمر، ولا هنا الضوء الأمامي، ها هو وين تصيبه في الدراجة. كان بعض الدراجات اللي بيسيكلات تصيب فيهم الدينامو هذا هنايا. كما كذلك اخترعوا ماذا؟ المحرك الكهربائي. هذا اللي هو عندنا هو محرك كهربائي. هذا عكس محرك الكهربائي، هو يعمل عكس المولد. هذا يعمل عكس المولد، إذ يحول طاقة كهربائية إلى حركة. هذه طاقة كهربائية يحولها إلى
طاقة حركية، وقلنا الدينامو يحول الطاقة الحركية إلى كهرباء. لماذا؟ الدينامو في العجلة تاع الدراجة كما شفناه يدوروا العجلة كي يدور لفت كي يدور هكذاك يولد طاقة كهربائية ويشعل الضوء. أما هذا لا لا، هذا يدور الطاقة الكهربائية، يحول طاقة كهربائية إلى طاقة حركية. هذا كل هذا الشيء حدث قبل ما يكتشفوا الإلكترون الذي نعرف اليوم أنه محرك التيارات الكهربائية بحوالي قرن من الزمن، يعني واللي راح نشوفوا عليه بالضبط في الدرس هذا، ما هو هذا الإلكترون وما هي شحنته. وجاو بكري العلماء وداروا اتفاق يعني اصطلاحي، ان التيار الاصطلاحي اتفقوا هذا العلماء قبل ان هذا كل شيء قبل ما يكتشفوا الالكترون، على ان اعتبروا ان التيار الكهربائي ناتج عن تحرك شحنات موجبه من القطب الموجب الى القطب السالب للبطارية. قلنا باللي التيار الاصطلاحي، التيار الاصطلاحي، التيار الاصطلاحي قلنا اتفقوا باللي قبل ما يكتشفوا الالكترون اعتبروا ان التيار الكهربائي ناتج عن تحرك شحنات موجبة من القطب الموجب الى القطب السالب، يعني من الموجب هكذا ويجي للقطب السالب. هذا الاتجاه الاصطلاحي، هذا الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي. وما زال لحد الآن يعني هذا الاتفاق معمول به حتى اليوم، حيث عندما نرسم دوائر كهربائية نحدد عليها اتجاه ما يسمى باتجاه الاصطلاحي. لاحظ هنا نحدد اتجاه الاصطلاحي وهو اتجاه حركة الشحنات الموجبة، مازال لحد الآن هذا الاتجاه اللي راهو بالأحمر هنا اتجاه اصطلاحي. فأما اليوم احنا نعلم أن التيار الكهربائي هو سيل ميل الإلكترونات، يسري في المواد الموصلة كما راح نشوف بعد في الدرس من القطب السالب إلى القطب الموجب في الدائرة الكهربائية المغلقة كما هذه، يعني هذا هو السير اللي بالأزرق هكا، هو السير الحقيقي، هذا هو الاتجاه الفعلي للتيار. يعني هنا كيقولوا الإلكترونات، هنا انتقال الإلكترونات، أما اللي بالأحمر هذا هو الاتجاه الاصطلاحي أي من الموجب إلى السالب، أما هذا من السالب إلى الموجب. لازم تتعلم باللي كاين اتجاهين، اتجاه الاصطلاحي من الموجب للسالب والاتجاه الفعلي للتيار. كي نقول الاتجاه الفعلي نقصد به انتقال الإلكترونات عبر النواقل الكهرباء أو الموصلات. وكما هو مبين الآن في الشكل، لاحظ هنا انتقال الشحنات الموجبة، هو سلك التوصيل من القطب الموجب إلى القطب السالب اتجاه حركة التيار الاصطلاحي. أما هنا التيار اتجاه حركة التيار الكهربائي الحقيقي من القطب السالب إلى القطب الموجب، أي الناقص، هاي الناقص لا تنتقل لهما، ماذا هما؟ الإلكترونات. ولاحظوا العلماء بكري أن الكهرباء للكهرباء نوعان، حيث قارنوها بالمغناطيس، كما المغناطيس عنده القطب الشمالي والقطب الجنوبي، اقترح هذا العالم فرانكلين تسمية أحد النوعين تاع الكهرباء بالكهرباء الموجبة، والنوع الثاني سماه بالكهرباء السالبة، وبقيت هذه التسمية سائدة إلى يومنا، وهذا كذلك ما سنراه في الدرس بإذن. الآن نشوف كيف يولد هذا التيار الكهربائي، وين، كيفاش ينقل، كيفاش حتى يلحقنا احنا التيار الكهربائي إلى المنازل تاعنا، وين ينصنع، وين ينقل، وين كذا. أي يولد التيار الكهربائي عادة في محطات خاصة بعيدة، تكون بعيدة عن المدن، كما هذه محطة توليد التيار الكهربائي اللي راهي في الصورة. أي لكن كيف ننقله من المحطة إلى المدينة؟
كيفاش هذا، كيفاش يتم حتى ننقل هذا التيار الكهربائي من محطة إلى المدينة حتى يتحرك؟ لابد أي حتى يتحرك هذا التيار الكهربائي لابد له من ممر كامل، وهذا الممر الكامل سيتكون حتما من مصدر الطاقة الكهربائي والجهاز المراد تشغيله بواسطة الكهرباء ولكنهما بعيدان عن بعضهما. فكيف نصل بيناتهم؟ كيفاش نصل بينهما؟ أي نصل بينهما بواسطة أسلاك توصيل معدنية، أي المعادن هي المواد التي تستخدم في نقل الكهرباء من مكان إلى آخر. ولمزيد يعني نزيد نضوح لك نوضح لك أكثر، مثلا انتبه معايا، هاي بعض أنواع أسلاك التوصيل، لاحظ أو لبوتو إلكتريك الطاقات العالية مثلا، عندنا كذلك هنا في الصورة الطاقات العالية، لاحظ مثلا لو كانت عندك مثلا منطقة، مثلا منطقة A إلى المنطقة B، وأردت أن تنقل الأشخاص مثلا من منطقة A إلى المنطقة B، إذن هنا واش نستخدم؟ نستخدم وسيلة مواصلات. في هذه الحالة نستخدم وسيلة مواصلات في هذه الحالة، إذن مثل البيس، القطار، الطائرة، السفينة، السيارة إلى آخره. مثلا لو أردت أن أنقل مثلا الماء من النقطة C إلى النقطة D، حبيت ننقل الماء، إذن هنا واش نستخدم؟ هنا نستخدم أنابيب، هنا نستخدم ماذا؟ أنابيب، أي سواء كانت أنابيب معدنية أو مثلا بلاستيكية كما اللي راح يضرك تاع بي في سي ولا كذا إلى آخره. لكن لو أردت نقل، ولو مثلا ثاني حبيت ننقل الكهرباء من مكان مثلا من أو مكان أو إلى المكان أف، هنا نقل الكهرباء يعني ننقلها بدون عراقيل، يعني تلحقنا كهرباء صافية يعني بأقل قدر ممكن من العراقيل. هنا ماذا نستخدم؟ نستخدم أسلاك كهربائية، أسلاك كهربائية خاصة الحالية الموجودة لنقل الكهرباء تكون من النحاس، تكون من النحاس، وهو معدن جيد جدا لتوصيل الكهرباء، هو جيد جدا لتوصيل الكهرباء من مثلا من محطة توليد الكهرباء إلى مصدر اللي نحتاج فيه الكهرباء. نعرف من الخبرة اللي اكتسبناها من حياتنا اليومية أن نقل الكهرباء من مكان توليدها إلى منازلنا يتم بماذا؟ بواسطة أسلاك نحاسية، كما في الصورة هنا كاين أنواع مختلف أنواع الأسلاك النحاسية، منها مثلا عندنا كما هذه هكذا أسلاك نحاسية، أسلاك نحاسية تعرفها. إذن وفي الداخل المنازل تاعنا كذلك نستعمل أنواع هذه الأسلاك النحاسية في مثلا توصيل الأجهزة بمصدر الكهرباء، مثلا أنت عندما تريد إضاءة مصباح كهربائي صغير بواسطة بطارية، مثلا تستعمل بطارية تصل بينهما بواسطة أسلاك نحاسية. أسلاك النحاس التي نستخدمها تكون، لاحظ أنها مغلفة بالجيلاتين أو الكاويتشو، جيلاتين نوع من جيلاتين أو كاويتشو، ولا ببلاستيك قاسح شوية، ولا نشاهد الآن إلا أطرافها، لاحظ لهنا أي غير المغلفة، هذه هي الأطراف تاعها النحاسية الغير المغلفة، مثلا لهنا لاحظ أي دينودي، راهي مدينودية يعني منحينها الآخر باش يكون توصيل الكهرباء، أما هي مغلفة. نستعمل كذلك كلمة موصلة أو ناقلة، أي أن النحاس مادة ناقلة،
وهذا البلاستيك اللي يديروا من الفوق ولا هذا النيلون ولا هذا الكاوتشو هو مادة عازلة، مادة عازلة. إذن ما هو مثلا، لو نطرح سؤال، ما هو الجزء الناقل في سلك التلفاز وما هو الجزء العازل؟ إذا نلاحظ الجزء العازل هو هذا النيلون ولا البلاستيك اللي من فوق، والجزء الناقل هو ماذا؟ هو النحاس. والآن يمكننا أن نتساءل لماذا نستخدم بالضبط أسلاك النحاس لنقل الكهرباء من مكان إلى آخر. درس العلماء يعني بكري تجريبيا درجة توصيل النواقل للكهرباء، قد تبين نتيجة التجارب أن أجود ناقل في توصيل الكهرباء هو ماذا؟ هو الفضة. أجود ناقل في توصيل الكهرباء هو الفضة. عندنا هنا الصورة تبين من بين النواقل يعني بالدرجة، الدرجة الأولى الفضة، ثم تجي الدرجة الثانية النحاس، ثم الدرجة الثالثة الذهب، ثم الدرجة الرابعة الألمنيوم. يعني تصور لو جات الأسلاك الكهربائية كما حاليا النحاس وما طلقوهش سرقوه، ايماجيني يكون جات بالذهب، اي مفراتش. اذا يعني لماذا فضل الناس استخدام النحاس بدلا من الفضة، مع انه يأتي في المرتبة الثانية بعدها؟ يعني علاش الناس فضلوا يستخدموا النحاس بدلا من استخدام الفضة، مع ان النحاس يأتي في المرتبة الثانية؟ يعني رغم الفضة، رغم توصيلها ونقلها الكهرباء، تظهر الفلزات أو المقاومة الممانعة لممر التيار فيها، وهذه المقاومة تختلف من فلز إلى آخر، والفضة هو أقلها ممانعة، لذلك فهو أجودها توصيل، ما يمنعش انتقال الكهرباء. إذن هو أجود في التوصيل. يليه النحاس، يأتي من بعده النحاس الذي يقام التيار بدرجة أعلى قليلا من الفضة، أي درجة توصيله تكون حوالي 96%، هذا النحاس من درجة توصيل الفضة. أما الذهب فدرجة توصيله تكون حوالي 68%، 68% من درجة توصيل الفضة. والألمنيوم يكون 62% من درجة الفضة. أما بقية الفلزات فدرجة توصيلها تكون تحت 40%، يعني الباقية درجة توصيلها تكون أقل من، أي تحت 40% إذا قارناها بدرجة توصيل الفضة. أما تبقى المواد العازلة، واللي راح نشوفوا هذا الأمور كامل في الدرس، كما الجيلاتين، الزجاج، الخشب، الهواء، الغازات الأخرى، هي مواد عازلة، أي أن درجة توصيلها مقارنة بالفضة قد تكون معدومة. هذه العازلة قد تكون معدومة، أي كلها نقارنها بالفضة، قد تكون معدومة في ظروف العادية، ولكن يمكننا جعلها موصلة للكهرباء تحت شروط قاسية، ولذلك يستخدم الناس الجيلاتين في عزل أسلاك النحاس الموصلة. إذن المواد العازلة هي مواد تضع العراقيل أمام انتقال الكهرباء. المواد العازلة هي مواد تعرقل انتقال الكهرباء من منطقة إلى أخرى. إذن احنا لماذا، إذن لربما تسأل سؤال، لماذا احنا نستخدم المواد العازلة؟ نستخدمها للوقاية من خطر الكهرباء. هذا مكان يعني كيت انت تورنوفيس كديروا مثلا التستر تورنوفيس كديروا في الالكتريسيتي، كون ما يكونش عازل هذاك المواد العازلة البلاستيكية حك تولي الكهرباء خطر عليك. ها وكذلك نستخدمها للتقليل من ضياع الطاقة الكهربائية. كذلك توجد عناصر أخرى مثل السيليكون، جيرمانيوم وغيرها، هذه تسمى بأشباه أنصاف الموصلات. هذه نستخدمها وين؟ في صنع الرقائق الإلكترونية المختلفة، البلاك الكترونيك، واللي تستخدم وين؟ في الاورديناتور، يعني في الحاسوب، في التلفزيون، في الهاتف، يعني الهاتف النقال وغيره. هذه المواد السيليكون والجرمانيوم. خلاصة القول ان كل مادة
كل مادة تبدي ممانعة لمرور التيار الكهربائي فيها، يعني كل مادة موجودة في الكون عندها ممانعة لمرور التيار الكهربائي فيها، وهذه الممانعة تعرف بماذا؟ باسم المقاومة الكهربائية. هذه الممانعة تعرف باسم المقاومة الكهربائية، يعني لا ريزيستانس إلكتريك، ريزيستانس إلكتريك، لا ريزيستانس إلكتريك. يعني قلنا كل مادة موجودة في الكون تبدي ممانعة لمرور التيار الكهربائي فيها، هذه الممانعة نسموها المقاومة الكهربائية. لكن تقول لي والفضة وكذا، نعم الفضة تبدي ممانعة لكن هي أقل المواد مقاومة للتيار وأجودها توصيلا. النحاس الذي يلي الفضة ويختلف عنها في درجة التوصيل اختلافا ضئيلا، تبقى درجة التوصيل عند المواد الأخرى، يعني الفضة المقاومة تاعها قليلة تقدر تقول تقريبا منعدمة، يليها النحاس وهكذا حتى تكبر مثلا عند البلاستيك تولي مقاومة كبيرة. الآن لاحظ معي هذه الطفلة رفدة مشط، يعني انظر إلى الطفلة هذه اللي راهي في الشكل، والطفلة تمشط راح تمشط شعرها، ماذا تلاحظ وماذا تسمع؟ لاحظ عندما مشطت شعرها، عندما مشطت الطفلة شعرها وش لاحظنا؟ لاحظنا توتر نهايات شعر الطفلة مع سماع صوت أي طقطقة. ماذا نستنتج؟ لاحظ وش الاستنتاج هذا، نجاوب عليه في الدرس. مثلا راك تمشي فوق سجادة في نهار جاف، تحس بشرارة كهربائية عندما تقرب صبعك من يد الباب المعدنية. كذلك نعطيك مثال آخر، عندما تخلع الملابس تاعك في الظلام وش تشوف؟ ما تشوف شرارة كهربائية. مثلا جيب قلم وتدلكو على شعر الرأس تاعك، ما تلاحظش باللي هذا القلم يولي يجذب قصاصات الورق الصغيرة. إذن وش نستنتج هنا؟ وش قلنا؟ أن كل من المشط والقلم قد تكهربا، تكهربا، كل من المشط والقلم قد تكهربا. إذن عندنا أولا نبدأ بالشحنة الكهربائية، أي طرق التكهرب بداية، أي أنواع طرق التكهرب، التكهرب بالدلك. مثال دلك قضيب من الزجاج أو الإيبونيت أو البلاستيك بقطعة قماش، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ ماذا؟ نلاحظ انجذاب قصاصة الورق الصغيرة. لاحظ المسطرة البلاستيكية عندما ندلكها بقطعة من قماش تجذب قصاصات الورق الصغيرة. ماذا نستنتج من هذا؟ أن كل من البلاستيك، كل من البلاستيك وماذا؟ والزجاج، والزجاج وماذا؟ والإيبونيت، والإيبونيت وش يصير لهم؟ يتكهرب بالدلك، يتكهرب بالدلك. الآن بعد ما شفنا التكهرب بالدلك روحوا نشوفوا التكهرب باللمس. تكهرب باللمس، نجيب حامل، لاحظ معي في الصورة هكذا حامل، ونجيب خيط، خيط يكون عازل، الخيط يكون عازل. عندنا هذا حامل وهذا خيط عازل، خيط
عازل، وهذه كرة متعادلة كهربائيا، أي كرة متعادلة كهربائيا، هاي كرة متعادلة كهربائيا. إذن تكون من البيلسان ولا البوليستيران، تكون من البيلسان ولا البوليستيلان. إذن وهذا الشكل هذا المعلق في الخيط نسميه بالنواس، نسميه بالنواس. فوالا، نجيب قاضب مكهرب، نجيب قاضب مكهرب، نجيب القاضب مكهرب هذا ونسيي نلمس به الكرة المتعادلة كهربائيا، يعني نتوشيها، نلمس الكرة المتعادلة. واش يصرى؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الكرة تحركت من مكانها، لصقت، أي نلاحظ انجذاب الكرية نحو القاضب المكهرب، أي صرى. واش صرى؟ صرى انجذاب. إن ماذا؟ جذاب. بعد وقت معين لاحظنا ابتعاد الكرة عن القاضب، يعني في نهاية التجربة، هنا بداية التجربة، هنا نهاية التجربة، ابتعدت الكرية عن القاضب. لماذا؟ أي صرى تنافر، مع الأول صرى تجاذب أي انجذاب، ومن بعد ابتعدت صرى تنافر. لماذا؟ لأن الكرة أصبحت عندما أصبحت الكرة مكهربة ابتعدت عن القاضب، إذن صرى بيناتهم تنافر، صرى بيناتهم تنافر. ماذا نستنتج هنايا؟ النتيجة، النتيجة التي نكتبها أن النواس تكهرب بماذا؟ باللمس. الآن بقي لنا التكهرب بماذا؟ بالتأثير. واش نجيب؟ نجيب قاضب زجاجي، لاحظ قاضب زجاجي مكهرب، نقربوا من الكاشف الكهربائي، هذا اللي راه امامك الان، كاشف كهربائي، ولا بالفرنسي يسموه الكتروسكوب، الكترو سكوب، كاشف الكهربائي. هو ها كيفاش داير الكاشف الكهربائي؟ يجي عباره عن زجاجه، لاحظ، واللهنا لاحظ الفوق هذه اللي بالاحمر هنايا هي كره معدنيه ناقله، كرة معدنية ناقلة، ويجي ورقتين من الذهب، ها هما هنا ورقتين من الذهب، هذا يسموه الكاشف الكهربائي. نجي كما قلت نقرب القاضب الزجاجي المكهرب من الكاشف الكهربائي، أي من الكرة المعدنية الناقلة. واش نلاحظ؟ أن لاحظ هذو يبتعدوا عن بعضهم البعض، هكا يبتعدوا، هكذا لاحظ يبتعدوا عن بعضهم البعض، كما هنا في الصورة يبتعدوا عن بعضهم البعض. وعند ابتعاد القاضب كم بعدوا القاضب ترجع لوضعهم الأصلي، نقربوا القاضب يبتعدوا، وهكذا. هذا يسموه التكهرب بالتأثير. ما دلكنا القضيب، ما مسينا الكرة المعدنية، أي قربناه منها. واش نستنتج هنا؟ أن ورقتي أي الذهب تكهربت بالتأثير. ما هو الأهم الذي يجب علي أن أتذكره فيما في الشيء اللي درناه في هذا الدرس؟ هو أنه يمكن كهربة الأجسام بعدة طرق، منها اللمس، الدلك، التأثير. أي أهم شيء، الأهم اللي نتذكره ونسجله، هو أننا يمكننا كهربة الأجسام بعدة طرق. وشن هذه الطرق؟ هي اللمس، الدلك، والتأثير. شوف الآن أنواع الشحنة الكهربائية. نعلق في حامل قاضبين من الزجاج، لاحظ مقتربين فيما بيناتهم، أي واش يصرى؟ لاحظ ومن بعد باللي كاين
واش كاين بيناتهم، واش راح يحدث؟ يحدث تنافر. يحدث ماذا؟ تنافر، تنافر بينهم، يحدث تنافر. إذا نقدر نقول أن لهنا زجاج موجب يحمل شحنة كهربائية موجبة، إذا وصر بيناتهم تنافر. نجي كذلك في بلاست قاضي بين من الزجاج، ندير قاضي بين من الإيبونيت، والقاضي بين الإيبونيت يحملان الشحنة السالبة. واش لاحظ كذلك؟ لاحظ أن هناك تنافر. لماذا تنافر؟ لاحظ مع الأول درت قاضي بين من الزجاج، للزوج عندهم شحنة موجبة موجبة، لاحظ صرا تنافر. ومن بعد زدت في بلاصة القاضي بين تاع الزجاج علقت قاضي بين من الإيبونيت عندهم شحنة سالبة سالبة، صرا كيف كيف تنافر. لو كان جي واحد من القاضي بين هذا تاع الإيبونيت نخليه معلق كما راهو، نبدلو بتاع الزجاج، نبدلو بتاع الزجاج. إذا واش درت هنا؟ بدلت تاع الإيبونيت بالزجاج، صارت عندي هنا هذا سالبة وهذا موجبة. واش نلاحظ؟ نلاحظ باللي يصرى تجاذب، تجاذب بيناتهم. إيه كيفاش هذا؟ صرى تجاذب. إذا كي يكون نوعين، كي كان مع الأول السائل موجب مع الموجب تاع الزجاج زوج قاضي بين، صرا تجاذب. استغفر الله، عفوا، صرا تنافر، تنافر، تنافر. ومن بعد إيبونيت مع إيبونيت صرا تنافر، ومن بعد إيبونيت مع الزجاج صرا تجاذب. واش نلاحظ؟ لاحظ أن شحنتين من نوع واحد، يعني الموجب مع الموجب يصرا تنافر، السالب مع السالب يصرا تنافر، ومن نوعين مختلفين يصرا واش يصرا؟ يصرا بيناتهم تجاذب. إذا ماذا نكتب في النتيجة؟ أن الجسمين المشحونين بنوع واحد من الكهرباء يتنافران، والجسمين المشحونين بنوع مختلف من الكهرباء يتجاذبان. الآن نحط ملاحظة اصطلح من طرف العلماء أن الكهرباء التي تظهر على الزجاج تكون موجبة، بينما التي تظهر على الإيبونيت تكون سالبة. هذا اصطلاح سائد ليومنا. الآن ما هو الأهم الذي أتذكره من هذا الدرس؟ الأهم، أتذكر الأهم، الأهم ما هو؟ يوجد نوعان من الكهرباء، الكهرباء الموجبة التي هي محمولة من طرف الزجاج المكهرب، والكهرباء السالبة أي التي هي محمولة من طرف الإيبونيت المكهرب. كذلك الأهم الذي تتذكره كما رانا كاتبين في النتيجة الفوق، ثاني تكتبها لتحت، جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متماثلتين في الإشارة يتنافران، وجسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متعاكسين في الإشارة يتجاذبان. هذه ثانية تكتبها مع الأهم الذي يجب عليك أن تتذكره. كذلك عندنا وحدة قياس كهربائية، ووحدة قياس الكهربائية كما قلنا في الجملة الدولية للوحدات هي ماذا؟ هي الكولوم، أي نسبة إلى العالم كولومب، يرمز لها بسي ماجيسكول، أي سي كبيرة وليس سي صغيرة مينيسكول، سي كبيرة. بعد الآن ما شفنا أولا الشحنة الكهربائية، وشفنا طرق التكهرب، ومن بعد أنواع الشحنة الكهربائية، الآن ننتقل إلى لنشوف نموذج مبسط للذرة، أي من تاريخ تاعها حتى حاليا. الآن نشوف نموذج مبسط للذرة. سابقا أحيا العالم دالتون
العالم دالتون لي اون فرونسي يسموه دالتون دالتون. هذا احياء فكرة ديموقريطس اي عالم قبله ديموقريطس. حول ماذا؟ حول انقسام المادة وبنيتها المجهرية الذرية آنذاك. فافترض بأن ذرات نوع كيميائي واحد تكون متماثلة فيما بينها وذات نفس الكتلة، بينما ذرات أنواع مختلفة تكون بدورها مختلفة، واعتبر أن الذرة متعادلة كهربائيا. هذا دالتون. ها هي هو نموذج دالتون آنذاك. أما في نهاية القرن التاسع عشر طور تومسون أي العالم تومسون العالم تومسون هو وجدر هذا العالم تومسون طور نموذج ذرة، وبعد قال نظرية أخرى، قال بأن ذرة على شكل كرة صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية موجبة محشوة بدقائق ذات شحنة كهربائية سالبة. لاحظ كيفاش مثلها عندي في الشكل، أي قال بأن الذرة هي على شكل كرة صغيرة كما راك تشوف محشوة بشحنة كهربائية موجبة، يعني الكرة كومبلي محشوة بشحنة كهربائية موجبة موجبة، وهذه في نفس الوقت محشوة بدقائق ذات شحنة كهربائية سالبة. لاحظ كما مثلا مثلنا هنا مثل الحبة تاع الدلاع واتر ميلون اون انجلي. لاحظ الزريعة هذيك تاع الدلاع هي الشحنات اي لي شارج بوزيتيف، هاهما هذو كامل اللي بالاحمر هذو كامل لا شارج بوزيتيف هي اللي بالاحمر، والزريعة هذيك تاع الدلاع هي الالكترونات. تشوف هاي مثلوها بحبة تاع الدلاع، يعني عطاونا مثال هايل. اما في سنة 1895 هذا تومسون واش دار؟ اكتشف الالكترونات ذات الشحنة السالبة، هو اللي اكتشف ان الالكترونات تحمل شحنة سالبة. ومن بعد واش دار؟ جاء العالم ارنست روذرفورد ودار تجربة روذرفورد ودار تجربة في سنة 1909. ورأيت واش دار في التجربة، حيث هنا واش دار؟ قذف ورقة رفيعة من الذهب بدقائق ألفا. لاحظ التجربة هنا مصدر دقائق ألفا، وهنا ورقة من الذهب قذفها بدقائق من ماذا؟ من الألفا. هذو دقائق ألفا، هاي ألفا كيفاش تكتب ألفا هكذا دقائق ألفا، هي دقائق تحمل شحنة كهربائية موجبة. هذه الدقائق أي خلال هذه التجربة واش لاحظ؟ لاحظ باللي معظم الدقائق تاع ألفا عبرت ورقة الذهب، يعني فاتت. شوف معظم الدقائق فاتت في ورقة الذهب دون أن يعترض طريقها حتى حاجز، يعني جازت. كان وكأن الذرة متكونة أساسا من الفراغ إلا بعض الدقائق التي انحرفت، أما معظمها فاتت. هذا يدل أن الذرة متكونة من فراغ كبير، كاين فيها فراغ كبير. يعني لماذا؟ لأن عدد ضئيل من دقائق ألفا انحرفت عن مسارها، كأنها اصطدمت بجسم صلب. كي شغل وحدة هذه اللي انحرفت قليلة، كي شغل اصطدمت بحاجة، أنه كاين فراغ، الفراغ فيه حاجة كما الكون فيه الفراغ، لكن تصيب من ذاك حاجات في الكون تصطدم فيها. من هذا يعني واش نستنتج؟ بأن الذرة تحتوي على نواة كثيفة وذات شحنة موجبة تدور حولها إلكترونات ذات شحنة ماذا؟ سالبة. إنه هذا هو
نموذج كشغل كما شفنا نموذج كوكبي، يعني يشبه للمجموعة الشمسية، حيث كما تدور الكواكب حول الشمس. ومن بعد في سنة 1913 اكتشف هذا روذرفورد البروتون، وهو ماذا؟ هو هذا البروتون أي هو دقيقة توجد بالنواة وشحنتها عنصرية وموجبة. هنا اكتشف البروتون شحنته موجبة، شحنته موجبة، أو نكتب شحنته، شحنته موجبة، موجبة أي حيث تساوي إلى أ، نمثله بأ ولا أ زائد، تساوي إلى زائد 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولون. ها هو هذا اكتشفه في سنة 1913. كما أنه اكتشف أن الإلكترونات تدور حول النواة، والإلكترون يحمل شحنة كهربائية مماثلة لشحنة البروتون، لكن هذا إشارة معاكسة أي سالب. قلنا شحنته الإلكترون شحنته مماثلة لشحنة البروتون لكنها معاكسة أي سالبة، وإذا إذن نمثلها بأ ناقص، ومنه تساوي ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولومب. ها هي. أما يبقى لنا النوترون، أي لماذا يعني نجد أن في النواة بروتونات وهي شحنتها موجبة وما يصيرش تنافر بيناتهم، على جال الوجود في النواة أيضا النوترون. النوترون إذن في النواة يوجد البروتون والنوترون، والإلكترون يدور حول النواة، هذا متعادل كهربائيا، متعادل كهربائيا هذا النوترون. الآن كيف نفسر ظاهرة التكهرب؟ حيث كل جسم مادي يحتوي على عدد مساوي من الشحنات السالبة وعدد من الشحنات الموجبة، إذن يكون هنا متعادل كهربائي. نقصد بكلمة متعادل كهربائي أن كل جسم مادي يحتوي على عدد مساوي من الشحنات السالبة وعدد من مساوي كذلك من الشحنات الموجبة. إذن أثناء عملية الدك يأخذ الجسم شحنة سالبة عندما يقتلع الإلكترونات من الجسم الآخر، يعني كي ندكو جسم مثلا قاضيب من بلاستيك على قماش، قطعة قماش، هذا يقتلع يقلع إلكترونات من قطعة القماش، وبالتالي يشحن هذا الأخير بشحنة موجبة. إذن قول أنه يتم شحن الأجسام أو تكهرب الأجسام بانتقال الإلكترونات، يتم شحن أو تكهرب الأجسام بماذا؟ بانتقال الإلكترونات، بانتقال الإلكترونات. قيمة الشحنة العنصرية هي أ يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم. قيمة الشحنة أي كما يجب، أي يعني هنا كون نطرح سؤال نقول لك كم يجب من شحنة الكهربائية العنصرية حتى نتحصل على 1 كولوم، شحال لازم لنا من شحنة الكهربائية العنصرية حتى نتحصل على 1 كولوم؟ شعال لازم لنا 6.25 في 10 قوة 18 كولوم. اكتشوب اللي 1 كولوم راهو كبير بزاف، قريب كما قد الكرة الأرضية، فهمت؟ إذن عد كبير، لذا نحسبه بالناقص 10 قوة ناقص 19. هناك كذلك مواد مثل البلاستيك، الإيبونيت، الزجاج،
هذه المواد لا تسمح بانتقال الإلكترونات عبر سطحها، ندعوها بالمواد العازلة للتيار الكهربائي، تسمى بالمواد العازلة. هذه المواد العازلة للتيار الكهربائي مثل البلاستيك، الإيبونيت إلى آخره. هناك كذلك مواد ناقلة للتيار الكهربائي مثل النحاس، الفضة، الذهب إلى آخره، أي هذه تسمح بانتقال الإلكترونات عبر سطحها. هذه المواد تسمح بانتقال الإلكترونات عبر سطحها، وينمذج التيار الكهربائي في النواقل المعدنية بالحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة. نظن نكتفي بهذا القدر أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو، إلى أن ألتقي بكم في فيديوهات أخرى، يعني لحل تمارين خاصين بالتيار الكهربائي إن شاء الله، أو التكهرب. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.